عدس، 2 كوب معكرونة، 2 كوب رز، كوب شعرية، 2 كوب بصل شرحات، وكوب حمص حب. حاسة ناسي إشي؟ لا؟ لا ما نسي ملح إشي. يمكن لا ملح فلفل أنا ما بحط، ما بحطها بالمقادير. لا عشان دايماً بحكي حسب زي ما بده حدا يحط ملح بيحط ملح. طيب زيد تعرف شو أنا مخبيت لك شغلة ساعدني فيها؟ البصل. شكراً. يعني هاي أنا بعمل البصل وانسي اللي حصل. أنا حنسى اللي حصل. أنا هلا أنت حتنساني أصلاً. هلا بشوف شو رح يصير فيك. هلا إيه رح أنا شغل. رح أحط لك زيت. هذا مش زيت زيتون، هذا زيت نباتي. هذا الكشري لازم زيت نباتي. بس هلا بدي شوي أقول لك شغلة. نعم. ألبس الكفوف ولا لا؟ لا أنت مكيف على الكفوف. ما أنا لبسته. بحس حالي بدي أعمل عملية. هلا هون بدي عملية هيك واحد ممكن أحكي للناس شو أعمل؟ ممكن لو سمحت. يس تفضل. شكراً. هون رح أحط إيش هذا؟ زيت. والله لخمتني يا زلمة. مو أنت عم بتحطي زيت واسمي زيد وقصة. طيب حطيت شوية زيت هون ورح أحط ربع بصلة بس بدي أخليها تسود. هاي هون بدي أسلق العدس. ايش عم تحكي؟ بحكي بس ربع بصلة يعني أنا بدي أقعد أعير ربع بصلة. لا يعني قصدي من ضمن البصلة. كمشة بصل صغيرة هالقد. ماشي كمشة بصل. أوكي. رح أحطهم بطنجرة صغيرة. بدي أسلق هنا العدس. هذا هلا أنا الرز مجهزته والمعكرونة. لا استنى أصبر أيها ال أصبر يا غلام أصبر. طيب هنا بدي بدنا نحمر بصل. حلو. فأنا رح أعطيك خلص خليكي أنا بتناول لك إياها. هاي إلك هدية. حلو. مني إلك. تفضل. هلا بلش أنا أبلش أحرك فيهم. حرك فيهم. يعني اعطيهم فرصه بس بعرف يعملوا هذا. انا باي ذا واي بطبخ. باي ذا واي يا طب هات شوي بس بطبخ. بعمل بيض عيون. بيض عيون انت عارفه. طب بتظبط والله البيض فن. طبعا البيض بده فن. يكون كلهم داخلين ببعض هيك من اي حدا على فكره. يكون هيك عاملين كلهم هيك. بعيون بس بكون عيون يعني عليهم عيون. هو عيون بس هيك ليخمه مع بعض. ممتاز. طب انا رح احط لك هذا عشان لما بدك تريح ايدك تعمل هيك. شوف ما احسنني ترى هاي الاشياء بالمطبخ تفاصيل عن جد. هاي دراسه صح يعني انه مثلا كيف لا شوف هاي لها دخل قد ايه طبخت بالبيت. انا جد هاي هيك نفس البيت انه الحركات اللي انه ادير بالي وما اوسخ الفرن عشان بالمطابخ وبالاوتيلات وبال حلو يعني المطابخ البروفيشنال ما حدش لازم يكون كل شيء مرتب كل شيء سريع وكل شيء. لا بالعكس انا قصدي البيت مرتب وبالمطابخ عدكه. اوكي. طيب انا مجهزه الرز بالشعرية. انت بتعرفي انه هو هذا عم بحاول يطنطش علي صح؟ تمام. بده يطردك من الاستديو. معقول؟ طيب عبين ما يتحمر عندنا البصل. تمام. انا هون مجهزه رز بالشعرية. ايش عجبتك الريحة؟ الله. تمام؟ هذا وبس العدس. الله. اسمع هلا عملت لك ثلاثة أشياء. شطة. شطة وصلصة بندورة. تمام. أو صوص البندورة ودقة. دقة هاي اللي دقة وزيت؟ لا مش دقة بزيت. دقة مصرية. أيوة الدقة المصرية. احنا نحكي لها دقة مصرية عشان احنا ايش؟ ما نخربط. ايش نبلش؟ بلش بس بأصعب شيء. ما كله سهل. كله سهل؟ تحكي ليش أصعب شيء بالطبخ؟ عن جد ما في شيء عندك صعب. حتى لو قلت لك اعملي منسف. منسف أسهل شيء على فكرة. على الحطب. منسف أسهل شيء. على الحطب. على الحطب ولا على النار؟ وانت تشيل الحطبات وانت هذا كل شيء. ما عندي مشكلة. برضه سهل؟ اوكي. بقول لك فلوسي مش على الفاضي. طيب نبلش بصوص البندورة نشوف المقادير. يلا. شوف مقادير صوص البندورة. بندورة. بندورة. البندورة. صوص البندورة. بطلت أعرف أحكي. 2 كوب بندورة مقشرة، 3 سنتوم، معلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة خل أبيض، ومعلقة صغيرة سكر. حلو، ليش سكر؟ عشان بحب الكونتراست بالطعم مع الخل والسكر. هلا ايش يعني كونتراست؟ احرجتني ترجمها انت عاد. هذه يعني يا جماعه الكلمه يعني الكونتراست في مجمع الباصات وهيك فبسموه هيك. طيب راح احط هون تمام شويه ايش زيت. هذا انت بتصفي زيت كثير بحب اقول لك. على فكره لا اكلي كثير صحي ما بكتر طلع ما بغرقه. هو مو كثير بس برضه بس هي مليون طبخه عاملينها. طب كان عملتي بالزيت البلدي؟ هلا شوف انا زيت البلدي يعني قصدك زيت زيتون بزبط ولا لا؟ بزبط بس انا ما بحب طعم. ممكن بلا ها ما بتعرف ما رح ازعلك. استنى شوي نخلط الاثنين مع بعض بصير بيطلع بيعمل تيست حلو. هي ريحه التوم. الله. طيب زيد شو رايك انت تعمل لنا الدقه؟
يلا انا هاي بدها دقدقة. بس اقول لك شو نشوف المقادير مع بعض اول. يلا مقادير الدقة. المقادير للدقة رح نحتاج كوب ليمون، كوب عصير ليمون يعني، 3 سنتوم، معلقة صغيرة كمون، نص كوب فلفل حلو أخضر، واثنين معلقة كبيرة فلفل أحمر حار. حلو. فريش طبعاً مقطعين، الله يرضى عليه. هذه اللي هي لازم الدقة. أحكي شكراً، هاي هي الدقة بالضبط. هاي هي الدقة. هاي هي. تمام. وهاي هي الصوص البندوره. اسمع بس بصير أحكي إشي. بدي أحكي ثانك يو لطلال. ما سمعت لك، ما قلت لك. أنا بحب بس أوكي 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 أحكي أوكي. تنساش. أوكي صحيح صحيح أنا بلاش هسا أوكي أوكي. أنت رح تاكل من إيدي. طيب. بدي أحكي ثانك يو لطلال إنه قطع لي، طلال مش بابا. طلال قطع هدول. قطع الفليفلات. والفلفل وعصر الليمون. وعصر الليمونات. طيب. يا طلال إلك مستقبل باهر إن شاء الله مع مرتك. هاي الصحن. خلط البتاعات دول هنا. البس جلافز. البس جلافز مش حفشلك. طيب هون حطينا جرار تاني. التاني يس ورا. لا من دون قص اصابع. اسمع يضل واحد عادي. قلبت مو مشكله. قلبت الثوم. في طبعا كثير بس يعني الواحد تعرفه. بدي احط عليهم هلا بندوره. بندوره ماني على بندوره. هاي بندوره المقشره اللي بتيجي مع اللبات. ليه؟ عشان كونسستنسي، عشان الطعم دائما يطلع معي. ايش الكلمه قلتي لي؟ كونسستنسي. أيوة. ايش هي هاي الكلمه؟ بدي اقعد اسبوع احفظ فيها بتعرفي؟ احنا العربي تاعنا مكسر. طيب هلا انا واحد ابلش بايش ما يكون قدامي؟ ما بدك اوكي هلا مع بعض. انا عم بعمل الصوص ومش فاضي. نبلش بالليمون. قرر انه نبلش بالليمون برضه بصير. بعدين عنا الفلفل الاخضر. عجب لك معلقه. بعدين عنا الفلفل الحار. الفلفل الحار الاحمر. هاي تساعدك. طيب هون انا بس حطيت البندوره على الثوم. هذه تومه. الله ثوم فريش. انا مستخدم البندوره زيت ومقطعتها شوي عشان بحب يكون في تشانكس بالاكل. مش راح اعلق. انا حسيت لما قلت ما علقت خلص ارتحت. هذا ايش هذا اللي برش عليه انا قاعد؟ هذا ليش طفى هون؟ هذا هو الدقة الصغير. لا هذا كمون. طيب هل الدقة هي كلها ليش سموها دقة؟ ما مش لازم دق؟ لا ما هي هي في ناس بيعملوها مدقوقة. اوكي حقيقة جد. عادي يعني. بس انا بحبها هيك كرنشي. اوكي هاي كمان كلمة ثانية مكرمشي. بس في شيء عم بحرق. ايش اللي بحرق عيني؟ في شيء انحرق. لا في شيء عم بحرق عيني. بحرق عينيك؟ خلصنا بصل زمان. زي ما حسيت عشان هيك عم بسأل. بدي اظني اشيك على هلا انا اظني اخلط فيها على شو اسمه على العدسات. احذر شو رح اعمل هلا. رح ادوق العدس. خليني انا ادوق. لا. اسمعي ردي علي. لا انا شو بده يعرفك اذا مستوي او لا؟ تشمطيها بالحيط اذا لزقت بتكون استوت. انا هيك بسمع قوي لما بيكون بحب يطبخ وهيك قوي طبيخ درجه اولى. حبيت بمسك حبه بطاطا بشوف بس بشوطها بالحيط ولا إشي. تيجي امي بتشمطه كف. بمزح طبعا. بحبوا بعض. قولهم بحبوا بعض. بحبوا بعض طبعا بس ممنوع يجتمعوا الاثنين بالمطبخ ما بصير. عن جد؟ بحكي لك اصعب شيء يجتمع زلمه ومره بالبيت. بمطبخهم يعني ممكن يصير في قتال و طيب زيد رح نعمل يلا الشطة. الشطة رح أحط شوية زيت. تمام. ورح أحط الثوم بس يحمى الزيت شوي. شوية زيت ما حطيت كثير. أنا بموت على الروائح هاي يعني. نشوف المقادير تبعت الشطة أول. قاتلة. يلا شوف مقادير الشطة. مقادير الشطة 5 سنتوم، 3 معالق كبيرة شطة بودرة، 3 معالق كبيرة صلصة بندورة، 3 معالق كبيرة مي. هذه للشطة هذول. هاي للشطة يس. هلا هون عندي زيت رح احط راح المعالق. الثوم استخدم هاي. هذول ثوم صح؟ هاي ثوم. تمام. ثوم ولا ثوم؟ ثوم. انه ثوم. انا هو باللغة العربية فصحى. فصحى ثوم. نعم. طبعا. اجل. طيب. بعد ما نخلص هون. لين طولتي يلا بدي اكل انا موت الجوع. حبيت. عن جد موت الجوع خلص. الريحة. شايف هلا هون صوص البندورة بلش يغلي. رح أحط عليه سكر.
هلا انت هذا صوص البندوره غير عن الشطه. تمام. هاي الشطه لسه هون. هذول تبعون الشطه. اوكي. بدي احط عليها الكمون. وهذه ايش، مع زهر؟ لا هذا خل. خل، اوكي. بدي احط عليها الخل. وبتخلطيهم؟ وبخلطها، هيك تكون خلصت صوص البندوره. انا قلت لك انا بحبها هيك يكون فيها قطع بندوره. ما بتضلك تخلطيهم؟ طب ما بتخلطيهم بال، لا في ناس بحبوا يخلطوهم، انا بحب بس كثير. انت بتحبي تخليهم زي هيك انه يكونوا في شيء مبين؟ بحب يبين انا. اوكي. طيب هون زيد. عندي الثوم. الثوم نخليه ياخذ لون؟ اضيف له، لا لا لا، رح اضيف له بودره الشطه، ما رح احطهم كلهم صراحه، سخن كثير عشان ما تكون حاره كثير. بس هي اسمها شطه لازم تكون حاره. بعدين رح احط رب البندوره. يا بيي صح؟ هي بس انا عشان ما بدي اياها تكون كثير كثير حاره، رح اخلطهم مع بعض، رح يصيروا هيك طلع كيف حتى يستغيث زي الكتله. تمام. يا بيي ريحتها حره. ريحتها حره. انا ترى باكل حر، بس بالصيف الدنيا حر بتكون، فما بحب الحر. بعدين رح احط لها المي شوي شوي على حسب انا كيف بحب كثافتها. اوكي. يعني هلا بدي اذوب الكتل. بس يعني بدك تعملي على كميه اكبر من كل شيء بنضاف زي ما اكيد بنضرب نفس الكميات. الاشياء هاي طبعا. خلص هيك الشطه جاهزه. ترى كيف انا بساعدك وبقيم لك هدف. طلع ها هي بالمجلى، شايفه كيف؟ سلم ايديك يا ربي. طب شو رايك تجلي لي اياها؟ الجلي بنجلي بعد الحلقه ان شاء الله، بعد ما ناكل بس نشوف الاكل اذا عجبني، واكيد راح يعجبني. رح ازيد اخر. انت ما عمرك ذقت اكلاتي؟ انا بدوق بس بدون ما تعرفي. حبيت عشان انا بفوت بالسرقه. شفتوا؟ شفتوا؟ شفتوا لين عم بتطبل على الطنجرة؟ أنا كنت عم برقص. إيش أنا هذا أحلى بارت في المقلوبة؟ قلبة المقلوبة. لما تقعد تطبل على الطنجرة. طب بنعمل حفلة بنطبل. طيب إحنا عشان ينزلوا كل المكونات. أوكي أكيد. بس عشان اللي ملزق ينزل. إحنا بالبيت بنعمل حفلة. إحنا بالبيت بنعمل حفلة عادي طبيعي. أنا بعمل حفلة. كل مكان بعمل حفلة. إحنا بنكون بنطبل. أي مكان في أكل بعمل حفلة. وكل ياتي زكفي وجهزة الأكل وأخيراً. يعني أمي بتقول لنا الأكل حتى تنتهي بالضبط يمه. بوصل 4:30. خمسة. كمان بكون عم طلعت خلص. امرات ما باكل، امرات باكل حسن. زيد جاهز الصوص؟ شو صار عندك هون؟ جاهز الشطه؟ الشطه والدقه. جاهز الدقه. دقه اسمها؟ دقه والشطه والصوص. هيك طبعا. احنا بنكون خلصنا الصوصات. تمام. هاي هون الحليب شوي قرب يغلى. اوكي. قد ايه بصير سعره؟ يغلى؟ لا مش يغلى يغلى. انت حكيتي لي بيغلى وبعدين قلتي لي بعدين شو بصير سعره؟ رح احط رز بالشعريه اول شيء. شوف رح اضلني اقطع انا لاني بدي ادير بالي على الحليب. اوكي قولي لي ايش بدك، احرك الحليب؟ يا ريت. اوكي. هو الحليب اللي بفرط ولا اللبن؟ لا مش اللبن اللي بفرط، والحليب بفرط. بس احنا هنا ما بدنا نغليه، ما بخوف. اوكي. انا بس عشان ما ينحرق عم بخليك تحركه. اوكي تمام. عشان تسال. اوكي. حطينا طبقه رز. الله على عدس. الله يا جماعة الخير لو تشوفوا طبقة عدس. أكيد أنتم شايفين يعني شو بتقولوا شو معني. أنا حلو. هلا طبقة العدس، بعدين نحط المكرونة. نحط مكرونة. المكرونة بتعرفي ترقصي مكرونة؟ اسمع أنا كنت أعملها هيك مكرونة. بتعرفي ترقصي مكرونة؟ والله بعرف أرقص مكرونة. اسمع يا زيد كنت أعملها مرتبة وبقالب وهيك فايف ستارز، بعدين حكيت أنا ما بحبها مرتبة. إز كشري يعني أنا ما بحبها مرتبة بليز. ولا انا بحب المرتب عشان جوا المعده راح تبطل مرتبه. لا مش عشان جوا. شكرا. أوكي. كل الاكل ببطل مرتب جوا المعده، بس عشان كشري هيك. الكشري كشري يكون فوق بعضه. الكشري كشري خليه هو بطريقه المصريين. هلا رح نحط شوي حمص. حمص في ناس ما بيحبوا الحمص. في ناس انا من الناس ما بحب الحمص. اذا بدك انا ما بحب الحمص بس طيب انا ما بحب بعملها على الطريقه المفروض تنعمل. طب انا ما بحب الحمص ما عشان هيك بدي احط عشان ما تاكل. لا راح اقيمها. زيد اي ساعة بتصحى الصبح؟ انا بصحى على 5:30 الصبح. وبعدين؟ بعدين باجي بشتغل. بعدين؟ بضلني اشتغل. بعدين؟ بس بنام وانا بشتغل. بنام وانا بشتغل. طيب وين البصل؟ البصل اديني البصلات. يا الله يا الله يا الله روايح. لو تشمه بس، لو تشمه الريحة بس. طبعا احنا الحواوشي شلناه من الفرن. شايف كيف بيطلع مأحمش وطري بنفس الوقت؟ عشان هلا انا هناك راح اعطيك نص واحدة قررت. ليه؟ عشانه انا قررت اكل من هناك 2:30. طبعا عشان زيد لهاني شوي اليوم كل شيء على زيد. حرق معي البصل.
اسكت لا لا انا بحب انا بحب اسكت هو هيك هو هيك. طيب رح احكي لك شو رح اعمل. رح اطول الصوص من دخل طلع حنطول الصوص هذا انا بحب يكون كثير أو انا بحب يكون كثير هذا قصه بس بدون ما نوسخ الصحن نخليه مرتب انا ما بتفهم عندي لا انا بفهم عندي لا انا بدي اكله هو انت مش فاهمه بتعرف انه انا كثير نيئه بالصحن بابا بضل يقول لي انا كثير برتب صحني قبل ما اكل اوكي بعرفش ليه هي العين العين بتاكل بس اكل شيء بس انا ما بحب اخلي بطاطا مقليه بحب اقاطع كنت بتحكي لا عادي بس اكل شيء فيه بطاطا مقليه برتب البطاطات المقليه على طول على طول الكبيره للصغيره ما بتحب تبلشي بالكبار تحب تعذبي الصغار اول شيء وبعدين بتعذبي هيك عندنا الكشري جاهز مع صوص البندوره والدقه والشطه تبعنا